الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درسنا اليوم لشباب الصف السابع هو بعنوان الاقتصاد في الماء. خلينا بداية يا شباب نقرأ الحديث الشريف ونحاول أن نحفظه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا الصرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء صرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. لابد يا شباب أنك تعلم إنه الله عز وجل نهى عن الإسراف، وأمر الله عز وجل العباد أن يقدروا النعم وأن يحافظوا عليها. أمرنا الله عز وجل أن نقدر النعمة وأن نحافظ عليها. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت أنت على نهر لا تسرف في الوضوء، توضأ واستخدم الماء على قدر حاجتك. المفردات والتركيب: الصرف تجاوز الحد في استعمال الماء أو في الإنفاق. طيب، التعريف براوي الحديث هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كان من أكثر الصحابة رواية وكتابة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان عالما زاهدا، توفي رضي الله عنه سنة 65 للهجرة. يقول لك: الماء نعمة من الله تعالى على الإنسان والحيوان والنبات، فهو سبب حياة كل شيء في الأرض. الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. تأمل يا شباب في يومك، هل تستطيع أن تعيش يوم واحد بدون المياه؟ لا تستطيع. لذلك نحن صراحة نعيش اليوم في نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، أسأل الله أن لا يسلبها منها. هاي النعمة هي يا شباب إنك أنت بكل سهولة تفتح حنفية الماء فينزل الماء العذب الصافي. هذا يا شباب سابقا كان الحصول على الماء يحتاج إلى جهد جهيد، ذهاب إلى آبار ثم نقل المياه من الآبار، ثم البحث عن المياه العذبة، ثم الخوف من خطر المياه الملوثة. لكن اليوم سبحان الله عز وجل، الله يسر لنا هذه الأمور، ولما ييسر الله عز وجل لنا النعم لابد أن نحافظ عليها حتى لا يحرمنا الله عز وجل من هذه النعم. قد نبه الله سبحانه وتعالى إلى ضرورة شكر الإنسان ربه على هذه النعمة. نعم يا شباب، أيضا بعد أن تقدر النعمة لابد أن تشكر الله عز وجل على هذه النعمة، لأنه يا شباب بالشكر تدوم النعم، بالشكر تدوم النعم. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والذي يكفر بنعمة الله عز وجل ولا يقدر هذه النعم فإنه معرض لزوال النعم عنه. قال الله عز وجل: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، يعني من السحب، أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا مالحا فلولا تشكرون. الحمد لله على نعمة المياه. وشكر النعمة يكون بأمرين: أولا بأن يحمد الله العبد بلسانه على هذه النعمة، يقول: الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ثم أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة بجوارحه. كيف؟ يحافظ عليها ولا يضيع هذه النعمة ولا يسرف فيها. طيب، استخرج فوائد الماء، أظن أنه هذا سهل، حلو على دفترك بالإضافة لأسئلة الدرس. أقول لك: ولا تقتصر أهمية الماء في الحياة على الاستخدامات اليومية المعتادة، يعني والله مثلا شربنا، مثلا استعملناها كذا في أعمال البيت وكذا، لا، بقول لك إلها أهمية كبيرة في عباداتنا وطاعاتنا. فالوضوء مثلا شرط أساسي في صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا به. ومع أهمية الوضوء إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه، لذلك نهى عن هدره
حتى لو كان ذلك الماء من نهر جار ولو كان من أجل الوضوء. فقال الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فرآه يتوضأ ويسرف في الماء، فأرشده إلى عدم الإسراف فيه، وأمره بالاقتصاد في استعماله حتى في العبادة وإن كانت المياه متوافرة وكثيرة. وهذا دليل على أهمية المحافظة على الماء الذي هو أساس الحياة. طيب، اكتشف على ما تدل إجابة سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. إيش إجابة سعد لما قال: يا رسول الله، أفي الوضوء صرف؟ يعني يا رسول الله أنا مش قاعد بستخدم المي هيك مثلا من أجل الدنيا وكذا، أنا بجهز حالي للعبادة، بتوضأ، أعد مسرفا؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. حتى تخيل، حتى لو أنك على نهر جاري وتتوضأ، يعني تخيل الأمرين، أنا على نهر جار وأيضا أستخدم الماء في الوضوء، أيضا لا تسرف في الماء. هذا يدل على عظيم قدر المحافظة على المياه. فكر في أكثر طرق، في أكثر عدد ممكن من الطرائق والوسائل التي تعين على الاقتصاد في الماء. يعني يا شباب، مثلا منها مثلا أن نغسل السيارة، الاقتصاد مثلا في غسيل السيارات في الماء، الاقتصاد مثلا في تنظيف البيت بالماء. يعني مثلا تستطيع أنك تنظف بيتك بخمس، مثلا تشطف بخمس سطولة مي، وبتقدر أنك والله تشطف بسطل مي، صح ولا لا؟ أيضا ممكن أنك تغسل سيارتك ببرميل مياه، وممكن أنك تغسل سيارتك بسطل صغير. إذن لابد للإنسان أن يهتم وأن يقدر هذه النعمة. القيم المستفادة من الحديث النبوي الشريف: أشكر الله تعالى على نعمة الماء، حافظوا على الماء فلا أسرف في استخدامه. أيضا يا شباب، أقدر نعمة الله تبارك وتعالى عليه في توفير المياه العذبة. أيضا يا شباب، أن يعلم العبد حرمة الإسراف ولو كان غنيا. يعني أحافظ على الماء فلا أسرف في استخدامه، أيضا لا أسرف في الاستخدام حتى ولو كنت غني، يتوفر عندي المياه والمال بكثرة. أيضا ليس مبرر لك أن تسرف. ابحث في شبكة الأردن، في شبكة الإنترنت، عن وضع الأردن المائي، وأعد تقريرا من صفحة واحدة أقرأه، وأعد تقريرا من صفحة واحدة أقرأه في الإذاعة المدرسية. الله يرجعنا للمدرسة وتصيروا تقرأوا على الإذاعة يا شباب. طيب، الأسئلة بتحلها على دفترك. طيب، لو خلينا مثلا يا شباب حدد لكم من سؤال مهم. يعني مثلا الدرس على اختصاره، شوف كيف تديك الأسئلة في الامتحان، تديك من أسئلة الدرس: ما المقصود بالإسراف في الماء؟ بدك تكتب تعريف الإسراف اللي هو الموجود في أول الكتاب. مثلا بقول لك الإسراف تجاوز الحد في الإنفاق. طيب، إذا كيف الإسراف في الماء؟ تجاوز الحد في استخدام الماء من غير ضرورة ولا داعي. ما دلالة قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي؟ يا شباب، أنه لا يستقيم شيء، لا تستقيم حياة شيء من المخلوقات إلا بالماء. يعني كل شيء حي الله عز وجل خلقه يحتاج إلى الماء، نباتات، حيوانات، إنسان، كل شيء يحتاج إلى الماء. بين كيف يكون شكر الله تعالى على نعمة الماء. قلنا أولا بحمد الله عز وجل عليها باللسان، ثم المحافظة عليها وعدم الإسراف في استخدامها.
ما موقف النبي صلى الله عليه وسلم من سعد عندما رآه يسرف في الوضوء نهاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اخترع عنوانا مناسبا لحديث الشريف، اقترحوا عناوين كلها إن شاء الله صحيح. طيب عندنا هون درس حقوق الأرحام. طيب يقول لك دعا الإسلام إلى بناء مجتمع متراحم متعاطف تسوده المحبة والأخوة والتضامن، لذلك نظم العلاقات بين الناس على هذا الأساس، ومن ذلك علاقة الإنسان مع أرحامه وأقاربه. قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. طبعا أنا بدي أعطيك مقدمة عن هذا الدرس. من هم الأرحام؟ هي أول شيء. ما حكم صلة الأرحام؟ هي ثاني شيء. ما هي فوائد صلة الأرحام؟ هي ثالث شيء. ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة الأرحام؟ هذا رابع شيء. إن شاء الله بنأخذ هاي الأجوبة أو بنجاوب على هذه الأسئلة اللي أنا طرحتها الآن في الدرس القادم. لا تنسوا يا شباب حل الأسئلة، وبارك الله فيكم. السلام عليكم.